بقى للمغرب دلوقتي وزميلنا كريم احمد مو في قناه النادي الاهلي في المغرب. كريم مساء الخير عليك زميلي العزيز عبد الرحمن ناجي، والتحيه والشكر ايضا لجمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي اللي بنامل ان شاء الله باذن الله دعواتهم يا رب ان شاء الله تكون من نصيب لاعبتنا والجهاز الفني في مباراه مهمه جدا في البطوله الافريقيه، واحده من اهم المباريات مباراه العوده الاهلي والرجاء المغربي بمشيئه الله ان شاء الله تكون بطاقه التاهل هنا من المغرب. استعدادات على قدم وساق العاده وتركيز كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي وتحضيرات اكثر من رائعه كالعاده من الجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كولر اللي بيقوم بدور كبير جدا 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 في التحضير والرؤيه، وايضا كمان المحاضرات والجلسات الفرديه والثنائيه اللي بيجمع فيها اللعيبه وبيحاول ان هو بشكل كبير جدا يوصل كل المعلومات. الراجل بيقرا، ياسين مكاري بيشتغل بدور كبير جدا، هارد ايضا كمان المدرب فريق النادي الاهلي كابتن سامي قمصان، كابتن سيد عبد الحفيظ، الكل الحقيقه بيجتهد بشكل كبير جدا لانها واحده من اهم المباريات، لكن رهننا كالعاده على لعيبتنا بالقلب والروح وشخصيه النادي الاهلي وروح الفانيلا الحمر اللي بتحسب اي شيء مهما كانت الصعوبات ومهما كانت الكثافه الجماهيريه الحقيقه المتوقعينها هنا في المغرب، وايضا كمان تحديدا جمهور الرجاء جمهور مميز جدا، لكن جمهور النادي الاهلي عظيم ادى رساله مميزه جدا في المباراه الاولى، كان ادى دفعه كبيره جدا، هو كالعاده بيكون سبب الفوز وسبب ايضا كمان الشد من ازر اللاعبين للنادي الاهلي مهما كانت الفروقات ومهما كانت ايضا كمان الصعوبات اللي ممكن تقابل لاعبينا، لكن بالجديه الكبيره وبالقلب المنتظر من لاعبي النادي الاهلي ان شاء الله نتخطى هذه المباراه بالرؤيه الفنيه المميزه جدا للي الجهاز الفني. القراءات مستمره، تدريبات مستمره، يمكن اطمن عبد الرحمن كل جمهورنا نبدا شويه من تدريب الامس اللي كان اول تدريب لفريق النادي الاهلي. انت عارف يا عبد الرحمن التدريب الاول بيديك رساله مهمه جدا وبيبان مدى جاهزيه وحاله اللاعبين لهذه المباراه. الحقيقه طمنا على اللاعبين، اطمنا على المعنويات المرتفعه جدا، في احترام بشكل كبير جدا للمنافس، وايضا كمان في حرص كبير جدا جدا في فريق النادي الاهلي. النتيجه طبعا اكيد ايجابيه للاعبين وايضا كمان للجمهور 2-0 في المباراه الاولى مهمه جدا، لكن الكره فيها متغيرات كثيرة جدا، فعشان كده إن شاء الله بإذن الله لابد الكل يكون مركز، تدريباتنا تكون كل بيحافظ على بعض، لابد يكون أيضا كمان في استيعاب كبير جدا لكل التعليمات الفنية والنظرية لمستر مارسيل كولر، لأن إن شاء الله بإذن الله الحالة اللي إحنا شايفينها عبد الرحمن، التركيز اللي فيه لعيبة النادي الأهلي، ربنا بس يحافظ على لعيبتنا أيضا كمان في تدريب اليوم وتدريب الغد، لأن الحقيقة المجهود كبير والحماس كبير جدا جدا من اللاعبين. الكل عايز يكون متواجد، الكل عايز يكون حاجز ايضا كمان مكان في التشكيل الاساسي، لكن اللي معودنا عليه لعيب النادي الاهلي ومعودنا عليه النادي الاهلي كله واحد على قلبه وعلى قلب زميله زي ما بنقول، يعني اللي موجود على دكه البدلاء اللي موجود خارج القائمه زيه زي اللي موجود في ال11 اللي اكيد مستر كولر هيكون في تاني كبير جدا ويعني انتقاء كبير جدا للحاله البدنيه وجاهزيه كل لعيب النادي الاهلي. هنتكلم على الجاهزيه البدنيه والجاهزيه ايضا كمان لكل اللاعبين، الكل جاهز الحمد لله، يعني مفيش حاجه يمكن تعوق فريق النادي الاهلي، رجع لنا عبد القادر الحمد لله ان شاء الله كل دور كبير، مفيش اي الحمد لله اصابات في تدريب الامس او حد اشتكى من اي شيء، لان كمان التحضير عبد الرحمن اللي باكد لك عليه يعني كان مصر الحقيقه مستر كولر ان عقب انتهاء التدريب مباشره هيكون في مختص ثلج للاعبين قبل العوده للفندق. الراجل بيحاول يكسب كل وقت متواجد فيه عشان اللعيبه تاخد اكبر قسط من الراحه هنا في فندق الاقامه ويتركهم لجلساتهم الثنائيه والجماعيه والفرديه اللي بيبقى ليها مردود كبير جدا، الكل بيحفز، الكل ايضا كمان بياكد على هذه المباراه، الجمهور بنأكد عليها اكتر من مره، هنشوف كثافه جماهيريه كبيره جدا، لكن النادي الاهلي لعب اكتر من مره في مركب محمد الخامس اللي هيستقبل مباراه الاهلي والرجاء، عشان كده ان شاء الله الجمهور يكون دافع علينا. اشقاء المغاربه الحقيقه يعني بيحترموا النادي الاهلي بشكل كبير جدا بعيدا عن 90 دقيقه، بتقابل اي حد سواء ودادي سواء رجاء بيقابل بيحفز وبيشجع، لكن انت عارف طبعا كل جمهور الرجاء بيتمنى طبعا الفوز لفريقه، لكن على الجانب الاخر الحقيقه يعني جمهور الوداد اللي بيقابلنا تلاقي طبعا الناس بتتمنى لنا التوفيق، ممكن تلاقي واحد يقول لك انا نص قلبي مع النادي الاهلي ونص قلبي مع الوداد، حاجات الحقيقه متعودين عليها وكنا متواجدين هنا في كاس العالم للانديه. الاشقاء المغاربه الحقيقه علاقه وطيده كبيره جدا جدا بين الشعب المغربي والشعب المصري، وعلى جانب ايضا كمان الجمهورين حاجه مميزه ورائعه جدا، لكن اللي يفصلنا هي 90 دقيقه، لابد يكون في تركيز، لابد يكون في انكار ذات كبير جدا، استغلال انصاف الفرص امر غايه في الخطوره غايه في الاهميه، عشان كده ان شاء الله دخولنا يكون في المباراه جيد، توفيق يكون مع لعبتنا ويا رب ان شاء الله باذن الله التوفيق يكون مع فريق النادي الاهلي. النهارده عبد الرحمن هو التدريب الثاني لفريق النادي الاهلي على احد الملاعب طبعا المميزه جدا جدا، ملعب العربي الزاوي هنا في مدينه دار البيضاء طبعا كازابلانكا، هي بمقاطعه عين طبعا السبعه واحده من المقاطعات المميزه جدا، مركب محمد الخامس ارضيته قريبه جدا من هذا الملعب، عشان كده يمكن مستر كولر اثنى على ارضيه الملعب، لان انت عارف
التدريب لابد يكون في يعني هدوء من اللاعبين، بقاش فيه سبرنتات، بقاش فيه ترنات تعوق لاعبي النادي الاهلي او يبقى فيه اي اصابات. عشان كده الحمد لله التدريب كان مميز جدا. تدريب النهارده هو التدريب الاساسي اللي منتظرين طبعا من الجهاز الفني واللاعبين، يكون في حرص كبير جدا جدا. النهارده التدريب هيكون مغلق لان انت عارف عبد الرحمن التكتيك النهارده هيتطبق، كل الامور دي النهارده هتكون بشكل كبير. فيا رب يا رب ان شاء الله باذن الله حافظ على لعيبه النادي الاهلي كلها، تحافظ على بعض، التوفيق يكون معانا، وكل الامور ان شاء الله باذن الله تصب في مصلحه اللاعبين. يعني هي دي يمكن اجواءنا طبعا حتى هذه اللحظه، لكن ان شاء الله باذن الله على مدار اليوم تدريب فريق النادي الاهلي يكون متواجد، ايضا كمان كل التنقلات وكل الامور الخاصه طبعا ببعثه فريق النادي الاهلي. مش هننسى طبعا دور رئيس البعثه الاستاذ محمد الغزاوي اللي بيقوم بدور اكثر من رائع. يمكن كمان بالنسبه للعلاقات الوطيده المميزه جدا، امبارح طبعا كان متواجد هنا في فندق الاقامه عضو مجلس اداره نادي الرجاء الاستاذ بن عزوز عبد العالي، اللي حرص بشكل كبير جدا هو يطمن على بعثه فريق النادي الاهلي، متواجد طبعا مع رئيس البعثه الاستاذ محمد الغزاوي، علاقات رائعه ومميزه جدا. لكن اللي يهمنا هي 90 دقيقه، اللي يهمنا هي المباراه. فيا رب ان شاء الله عبد الرحمن دعواتك ودعوات كل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي، يا رب ان شاء الله بطاقه التاهل تكون من هنا من المغرب كعاده المتالق كريم احمد. الحقيقه يعني تألق